ان شاء الله النهارده هنعمل حاجه حلوه بشكل جديد. احنا النهارده عايزين ما زال احتفال مستمر ان احنا بنحتفل بالاهلي بطل الدوري طبعا، وان شاء الله هنحتفل بالاهلي بطل افريقيا يا رب. ان شاء الله هنحتفل بالاهلي بطل كاس مصر. الاهلي هو البطولات. طب ما تزود بقى عليهم كاس العالم للانديه عشان ربنا يكرمك. يا ريت يا ريت، خليك بحبوح بقى كده. التاريخ بيقول احنا الفرقه المصريه الوحيده خدنا كاس العالم للانديه، احنا الفرقه اللي دخلنا في المنصه ان احنا ناخد المركز الثالث ودينا برونزيه بالجيل الجميل العظيم اللي مكمل الاجيال السابقه. طبعا فالنهارده عايزين نقول نحتفل بالدوري ال 42. 42 ده يعني مش سهل، رقم مش سهل. طب ما تاخدنا بقى كده من 42 لورا لو معاك صور وذكريات وحكاوي. هنشوف. انا النهارده عايزين نتكلم ان الاهلي من 1948 عمل انجاز جميل جدا، انه ازاي بدايه الدوري بعد كان في كاس السلطانيه وكاس حشمت وكؤوس مختلفه كتير ومنطقه القاهره. طبعا عندي ده كله من 1907 الى الان بالصوره وبالورقه وبالمجله وبالوثيقه، وده مهم جدا. انا تملي بقول كلمه كل مره بقولها في كل حلقه، اللي ملوش ماضي ها ملوش حاضر. فاحنا ماضينا بيحكي عن انجازاتنا طبعا. وتاريخنا كله بيقول ان النادي الاهلي ياما ياما خد بطولات، ياما شرف مصر، ياما بطولات بتحسب اسمها افريقيا وعرب وافرو اسيويه كل البطولات كان الاهلي بيشترك فيها، واحنا نادي بطولات. عشان كده مشكلتنا كبيره، كنا نلعب ماتش ما بنعرفش غير نهاجم، ما بنعرفش ندافع. فالناس بتستغل ده، عايزين يكسبوا الاهلي ويعملوا ايه؟ اقف ورا ويلعب على الهجمه المرتده ويكسبوا. احنا كسبنا، احنا احسن من الاهلي. انت عارفه يا هواني استاذ محمد صادق لازم يعني يتوجد له مسمى وظيفي كده ليه علاقه بالشؤون المعنويه لدى اللاعبين، والله العظيم هتنفخ فيهم من الشغف اللي جواك ده، هياكلوا النجيل. طبعا شوف الصوره امبارح وحضرتك بتقدم في الاول الاهلي وبياخد البطوله، شوف الحب اللي بيجمع من الناس، المصاب واللي بقاله سنه ما بيلعبش ها واللي قاعد على الدكه واللي هيبطل كوره وكله قاعد الاهلي. يا جماعه دي مؤسسه، الاهلي مؤسسه محترمه صحيح ماشيه بنظام وسيستم، مش نادي وخلاص. شوف الجمال، شكرا للمخرج يعني جاب على الكلام. شوف ازاي الناس بتحب بعضها، شوف اللعيبه ها، سيبك بقى اللي بيحطوا ها شويه حاجات كده في وسط الكلام ها، مش هتضيع فرحتنا. الاهلي البطوله بجداره، الاهلي الفريق الوحيد في مصر اللي بياخد بطوله بالخمس مرات ورا بعض، بالسبع مرات، بالتسع مرات زي بدل ما تقول. شوف الكابتن الخطيب برغم لا المشاكل. كان مشهد حلو، وكمان فكره ان بعض اللعيبه جابوا اولادهم يعني حاجه جميله جدا. دي بصراحة احتفاليه، دي احنا كنا قاعدين مع اولادي، اخذنا اليوم ده قعدنا كلنا عايزين مستنيين احتفاليه، مش مستنيين ماتش الاهلي كسب كام ماتش طلع الجيش. احنا عايزين نشوف تكريم النادي الاهلي. الاحتفاليه دي كانت رقم 42 فيما يتعلق بمساله الدوري العام لوحده فقط. عايزينك بقى ايه تاخدنا كده فلاش باك لنفس الاحتفاليات دي اللي مر بيها النادي الاهلي عبر عبر الاجيال. الاجيال من 48 49 وكابتن همامي وحمد وكابتن صالح سليم، الناس اللي هي يعني عملت الاساس الاجيال تيجي بعديها تكمل. طبعا احنا اجيال بنكمل، ما نقدرش نقول جيل احسن من جيل وجيل احسن من جيل، لا 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 لا. طب هتبتدي معانا بأني بقى موسم من المواسم؟ هنبتدي هنشوف، احنا هنشوف شويه صور وشويه جرايد وشويه عناوين حلوه تحكي عن قصه الحاجه الجميله وهو النادي الاهلي، البهجه والفرحه في مصر. يلا بينا. يلا يا كاب كويس، احنا بدانا بحاجه حلوه اهي، ان جيت للحق الاهلي ادور الدوري احق. طبعا الكابتن زكريا نصر في الماتش ده جميل جدا، كان ظهره للجول ومره واحده 180 يارده لف بقت في المقص في الكابتن عادل المأمور، الاهلي خد الدوري ها. كان مباراه جميله قوي، بس انا جبت الحته دي ليه؟ ان فعلا الاهلي هو ها بالدوري ايه يا كابتن كريم؟ طبعا احق طبعا، خدناه بجداره بفرق نقط شاسع طبعا. يعني زميلي بيجي من الدوري العربيه من الامارات بيقول لي وانتوا عندكم منافسه، ده الاهلي هو البطل. قلت له بالجهد والعرق شوف التاريخ بيقول ايه، قول له بس الحاجات دي والتاريخ والحاضر، الحاجات دي بتتنظر، قول له قول له الحاجات دي بتتنظر جامد. لا 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 احنا هنذبح ان شاء الله. الاهلي بطل مصر، الكاس لن يفلت من الاهلي. دي كانت مباراه افتكر عدد تاريخي في 1978 ماتش 4-2 الشهير ها، لما نزل كابتن الخطيب والماتش كان 2-1 للزمالك وقال كسب 4-2 بجداره ورفعه ها وكسبه. كان الكاس الاهلي هياخد كاس بطل مصر، وده فال كويس ان الكاس ايضا لن يفلت من الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بدعوات الاهلاويه والمصريين ان الاهلي بيلعب باسم مصر ها.
وان شاء الله الاهلي هيشرف مصر دائما. يا مسهل يا رب ان شاء الله. ونشوف اللي بعد. دي حاجه بقى في 59 60 الاهلي بيهزم الزمالك ويفوز ببطوله الدوري العام. 59 بين المتفرجين. معركه بين المتفرجين. دي البطوله التاسعه على التوالي عشان الناس اللي ما شافتش ان الاهلي صاحب الانجازات التاريخيه على مداره. ما فيش فريق في مصر منذ انشاء الدوري قدر ياخد بالشكل الغير مسبق ده 5 مرات. بسم الله الله اكبر. 7 مرات 6 مرات 9 مرات. دي المره التاسعه من 1948 49 ل 1958 59. فانا حبيت وكان بيكتبها الكاتب العظيم الكابتن جهينه من اوائل الناس اللي كانوا في الامر. دي صوره بقى انا عايز الناس يعني تتفاعل معانا شويه وتقول مين الشخص الجميل في منظر الطفوله البريئه الجميله. الكابتن محمود الخطيب. يا خبر. ده الكابتن محمود الخطيب. ما اتعرفتش عليه خالص. دي صوره يعني كان هنا مثلا 10 12 سنه مثلا. لا بتهيألي 10 10 سنين. شوف الجمال، شوف زمان التسريحه ازاي، شوف الجمال، شوف لا بس الملامح اتغيرت بصراحه كتير. انا حبيت اجيب صوره في وسط. لا بس جبتها منين دي بقى؟ انا عايز اعرف. انا كان عندي الكابتن الخطيب عمل مذكراته في 1992 فانا مجمعها، ففيها صور جامده جدا ورائعه جدا طبعًا. دي حاجه خاصه. فكل مره اجيب صوره كده احطها في وسط. طلعنا يا طلع لنا كده الحاجات دي الحلوه. الخطيب بقى وكابتن مصطفى عبده او كابتن زكريا ناصف، كل نجوم الاهلي الدوري ال 19. ليه انا بقى جبت اكتر من مجلات وجرايد وصور فوتوغرافيه مختلفه؟ مفيش حاجه مكرره. عايز اقول يا جماعه كل نجم لعب في الاهلي ماتش 2 سنه 2 20 سنه 30 سنه فهو ليه دور في انجازات النادي. طبعا اكيد طبعا، لان الاهلي عمره ما بيتخلى عن ابنائه. الله، مصر تغني للاهلي. يعني المشهد ده جميل جدا. شوف الجمال، شوف الحلاوه. كابتن محسن صالح وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن احمد عبد الباقي. يا جيل السبعينات اللي هو جينا بعد فتره الستينات، كانت فتره صعبه شويه على الاهلي. بدانا في السبعينات بالجيل العظيم. الجيل العظيم اللي هو بدا يعمل الطفره السبعينات ده هو اللي خلانا دخلنا في الثمانينات بطولات كثيره. 82 84 اهو. شكرا للاستاذ المخرج. الاهلي بطل الدوري 98 79. شوف مين واقف. الكابتن الجميل الكابتن مصطفى عبد ربنا يديله الصحه، كابتن خطيب، كابتن شطه طبعا. يا كابتن فؤاد شعبان المدرب، كابتن محسن صالح في اخر الصوره. جيل العدد ده في اكتر من 35 صوره نجوم الاهلي كلهم العظماء المحترمين اللي بيشرفوا على النادي، بيشرفوا النادي الاهلي وبيتكلموا عن النادي الاهلي باحترام وما بينسوش فضل النادي الاهلي عليه. ما فيش لعيب ليه فضل على الاهلي، الاهلي وليه فضل على كل اللعيبه. هنا بطوله 81 قبل ما ناخد كاس افريقيا 82 عاملين عدد خاص حوالي 35 صفحه عن بطوله الدوري والكاس. خدنا بطوله الدوري والكاس 1981 ووصلنا في السنه دي يعني دور قبل النهائي لما حست وفاه رئيس السادات رحمه الله فتوقف الدوري وانسحبنا من افريقيا لحزنا. فدي عدد خاص وكابتن خطيب عليه الدوري. يا سبحان الله، من 81 بنتكلم من 40 سنه نفس الخطيب بيحتفل بيه لعيب وبيحتفل مع اولاده كرئيس للنادي. احنا بنقول بنوري الحاجات دي ليه؟ الجيل الجديد يعرف ان الاهلي مش ال 10 سنين دول ال 20 سنه دول، الاهلي 100 سنه 117 113 سنه انجازات انجازات. ولسه يا استاذ محمد ولسه. ان شاء الله ربنا يا رب يكرمنا وان شاء الله يا رب تكون دعوه مقبوله نيجي نحتفل بافريقيا هنا باذن الله. باذن الله معانا ونعمل حلقنا نعمل احتفاليه خاصه باذن الله يعني ان شاء الله. عايزين نوري الناس الاهلاويه والمصريين اللي بيشجعوا الاهلي ان الاهلي ده حاجه عظيمه، حاجه مفرحه، حاجه مبهجه. بنمشي كده انا ما بحسش ان في ماتش ولا بطوله في مصر لما ياخد بطوله ابعت في بيتي فوق بيب بيب اهلي من زمان، عربيات واعلام وناس فوق الاتوبيسات وناس فوق العربيات وصلاح سالم بيبقى زحمه موت والحسين والاصغر. انت بتحس ان العيله يعني حصل حدث حلو في عيلتك يعني كل العيله بتحتفل، هو ده الاحساس اللي بيبقى واصل لي يعني. بنخرج كعائله والله ما بكذبش دي حقيقه. بنخرج كعائله لما قال ياخد افريقيا او كاس او كاس عالم انديه ونازلين من بيتنا جايبين علم مصر قبل علم الاهلي، نجيب علم مصر، الاهلي بيلعب باسم مصر، ونجيب علم الاهلي، ونقف في الشارع، نقف نحتفل، الناس تنزل من الجماهير، ننزل مع بعضينا، نعمل هنحتفل يا استاذ محمد. مدير مؤسسة الأرشيف العربي الأستاذ محمد صادق اللي بيحمل في قلبه كم مهول من الحب ومن الشغف للنادي الأهلي،
وتاريخ النادي الاهلي. اهلا بيك مره ثانيه يا استاذ. اشكرك، ده واجب عليا. انا 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 انت راجل اهلاوي اصيل يا استاذ محمد. اهلاوي اصيل، وان كان انا راجل تاريخي، يعني عندي تاريخ الكرة في مصر في 100 سنه عامه بشكل عام. انا اهلاوي وانتمائي للاهلي، لكن التاريخ بيقول ايه؟ فلما يجي التاريخ بيتكلم انا ما بعرفش يعني احرف فيه. يعني مثلا كان في ماتش في 89 الاهلي بيلعب مع الزمالك، الكابتن الجميل الجنتلمان كابتن علاء ميوب، كوره عليه جون، كسب الاهلي 1-7 كابتن علاء ميوب. فاللي احنا فيه ده ان الانظار كلها علينا، الاهلي بيحبوا بعض، الاهلي بياخد بطولات، الاهلي داخل، الاهلي فورمه عاليه. فهنا بقى هجيب لكم عنوان كده، يا ريت الكاميرا تبقى معايا ترد على الناس. بيقول لكم بصوا على قدكم. الاهلي بيقول لكم بصوا على قدكم. كابتن علاء ميوب جاب جون المكسب في 1989 وخدنا بيه الدوري. فدي كلمه ليها معاني. ايوه شكرا. انا بس جبتها ليه؟ انا عايز اقول لكم ايه؟ ان الاهلي زي اي الناس كلها بتبص له. الاصابات دي كلها مش شيء طبيعي. يعني يبقى في اصابات كده حسدنا يا استاذ، ده حاجه غريبه. كل ما واحد يبقى كويس يتصاب، في ايه مش عارفين. ها انت بنعمل نذبح يعني زي ما بيقول لك خايفين من العين. فان شاء الله ربنا ينصر الاهلي يا رب. إن الأهلي ان شاء الله. والله والله هو بامانه بعيد عن اهلاوي، ان هي الفرحه والبسمه طبعا اللي بتسعدنا في الوقت اللي احنا فيه، في الظروف اللي احنا فيها دي. شوف بقى الاهلي، يا سلام، ده ماتش غريب. ها كان الاهلي والاسماعيلي والاهلي كسب 4-3، كابتن وليد صلاح الدين وكابتن محمد رمضان. ها 4-3 ماتش جميل. ها ده من الماتشات اللي خدنا بيها الدوري، قدمنا 4-0 وبعدين قعدنا شويه استريحنا وجابوا 3 جوان. المهم الماتش خلص 4-3 وخدنا بطوله الدوري. ده عنا هنا كان ده في جون. ودي كمان الموسم الثاني كسبنا دينا، فريق دينا 1-0 لمزارع دينا، وكان الاهلي هو البطل. ها وكان اخر ماتش الاهلي يكسبه. والجميل هنا بقى عشان نقول للناس ان الاهلي المره السادسه على التوالي، المره السادسه على التوالي. يعني يا جماعه الاهلي ده حاجه اعجاز وانجاز وحاجات جميله جدا يا جماعه. بتقاس البطولات بالدوري، مع احترام للكاس مصر طبعا، نحب كاس مصر، لكن البطل الحقيقي في كل دوله في العالم هو بطل الدوري النفس الطويل. مش ماتش والتاني خدنا الكاس بقى ان احنا عملنا، لا احنا نتكلم بطل. ده ماتش جميل، وان كان نهايه الكاس، وكانت المقاولين لسه فرقه صاعده من الدرجه الثالثه للثانيه للاولى، وكان كابتن سعيد الشيشين وكابتن قلة وكابتن محمد رضوان عظماء كانوا بيلعبوا مع في نادي الاهلي الجيل الذهب، الخطيب مصطفى عبده، كابتن حسام البدري، كابتن ماهر امام، كابتن محمد عباس مدحت رمضان. حاجه جميله، والاهلي كسب بضربات الجزاء، والفضل لله طبعا في الاول والاخر للبطل، ثابت البطل. كوره من نص الملعب انفراد اخر الماتش، ها يقعد على ركبته يلعبوا من كابتن صبري يطلع ايديه كده يطلعها فوق العرض، يجي في ضربات الجزاء يصد ضربات الجزاء، كابتن صبري البطل. يا ريت والله كان معانا المشهد ده عندنا كل نجيل. لا يبقى حلو جدا بعد كده كمان حضرتك لو هتحكي لنا حكاوي يبقى معانا فيديوهات لو موجوده مش بس صور. بس احنا عشان الوقت اهو كان اسطوري كابتن ثابت البطل. احنا جبنا الماتش، لا كابتن ثابت البطل حقيقي كان اسطوري، يعني يا على القمه. الناس تتعلم منه، صمام امان كده، اتعلموا من كابتن ثابت البطل. شوف الخطيب هنا رافع الكاس ازاي، خطيب ده البطوله ديت. هوريك بقى كابتن ثابت البطل وهو بيصد ضربات الجزاء عشان الناس تعرف. كان الراجل مريض وتعبان وقاعد على الدكه، واللعيبه بيروحوا كابتن ابو تريكه وكلهم بيروحوا يبصوا على دماغه. شوفوا هنا، يا سلام يا سلام. انا كنت هفتح المجله بس بالصدفه، الاهلي البطل بالبطل، ثابت البطل اهو. طبعا ليه انا بجيب دي؟ ها عشان رساله لعبت الاهلي الاوفياء المخلصين اللي لاخر لحظه، حتى الراجل بيموت وقاعد على الدكه وفي اخر ساعات حياته، ها واحد مش عايز يسيب النادي الاهلي. يا على قمه الوفاء. طبعا هو ده الاهلي اللي بيكسب ببطولات، بوفاء لاعبيه، باخلاص لاعبيه، والاهلي ما وقفش على حد.